تراقي وقال الملف اخترنا هذا الملف عاش يشوفوا هذا الملف. احنا كمنظمة وطنية للحقوق والحريات لا نطالب بتقييد الحريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعكس اي مواطن مدني من حقه يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ويعبر عن رايه، ولكن في اطار القانون، في اطار القانون الجاري به العمل، يحترم الدستور ديال بلاده ويحترم القانون. اما باش غادي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز والتشهير والسب والشتم وخرق القانون، فهذه كل جرائم يعاقب عليها القانون. اليوم هذا الملقب بولد الشنويه تابعته النيابه العامه في حاله اعتقال. الملقب بولد الشنويه تابعته النيابه العامه في حاله اعتقال بتهمه السب والشتم، ولكن نحن نطالب من النيابه العامه على اننا ما كانش شي شكايه ضد شي واحد محطوطه ديال التشهير او الاخلال بالحياء العام خاصة يدفع المسطره. يجب تطهير مواقع التواصل الاجتماعي من النكرات الذين يعملون على افساد الناشئه وترويج للشذوذ وغيرها من الكوارث التي بتنا نراها حينما نتصفح الفيسبوك او غيره من مواقع التواصل الاجتماعي. اوكي مباشرة. شوف بالنسبه لنا بالنسبه لنا الان امام القضاء الجالس تهمه اهانه موظفين عموميين او غيرها من التهم الثقيله التي غادي تواجه ولد الشنويه، ولكن احنا ما نسبقوش الاحكام القضائيه وما نسبقوش القضاء، لان الثقه الكبيره في المؤسسه القضائيه ولا الثقه الكبيره في المؤسسه الامنيه. حنا كمنظمه كنعكسوا الراي العام وكنقلب الدرو ديالنا شنو كاين شنو خاصو يكون وشنو ما خاصوش يكون. غير واحد النقطه الله يخليكم بغيت توصل لهذه النقطه للسيد النقيب، السيد النقيب المحترم. حنا كنعرفوا على ان الاساتذه المحترمين مع كامل احتراماتي المحامون على الصعيد الوطني، لكي تكون المحاكمه عادله فلا بد من وجود هيئه الدفاع، لكي تكون هناك المحاكمة عادلة فلا بد من وجود هيئة الدفاع. وولد الشنوية كيفما كان الحال وكيفما كانت نوع الجرائم التي اقترف فهو يبقى مواطن مدني صاحب حقوق مدنية ويحمل بطاقة تعريف وطنية مغربية. والله يجازيك بالخير، ولو أهان المحامون مع كامل احتراماتي للسادة المحامون الهيئة الموقرة ديال المحامون، حنا كنعرفوا معنا أنهم ناس كيترفعوا. راه كيف ما قلت قبيله الاخوان ديالكم، فالمحامون الان ليسوا امام سياسي او امام عالم جليل او امام مخترع او امام دكتور، فهم امام نكره يرقص بمؤخرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون حياب الحشمه ويعمل على افساد الناشئه. يجب عليهم ان يتداركوا هذا الوضع، انهم راه ماشي قدام واحد الواحد اللي غادي يكون واحد التحديات قويه واحد الصمود. هذا عباره عن مواطن بسيط لديه حقوق وعليه واجبات، عمل على إهانة الهيئة ديال المحامون، رفضوا المحامون على أنهم يترافعوا عليه، ولكن كنقول على أن المحامي فهو الدينامو المحرك لدواليب المراحل التقاضي، وهو له دور محوري ودور مهم في مراحل التقاضي، وعلى أن لكي أعيد وأكرر لكي تكون المحاكمة عادلة السيد النقيب المحترم فلا بد من وجود هيئة ديال الدفاع، وكنطالبوا على أن يكون عنده محامي دافع عليه باش ما ياخذش هو ذريعة ويقول أنا ما كانش المحاكمة عادلة علاش يحاكموني. غير هذه نقطة. النقطة الأخيرة، نطالب بتطهير مواقع التواصل الاجتماعي من يحاولون افساد الناشئه. كيفاش هو تعري على البوليس؟ يعني كاين فيديو كيوثق انه تعري على البوليس. شوفوا السب، ما يمكنش تعري. اهنا القضاء، اهنا الضابطه القضائيه، اهنا المواطنين، اهنا الجميع. صافي، غير اهان القضاء، اهان رجال الامن، اهان المحامون، ما نكلفوش عليه محامي. اليس هو بمواطن مدني صاحب حقوق مدني مع انه نكره؟ هو النكره، ولكن يبقى مواطن مدني حامل بطاقة تعريف وطني شأنه شأن باقي المواطنين. وطالب من السيد النقيب المحترم أنه يكون محامي يدافع عليه مهما كان الحال. وخا يكون قاتل لا خليك. عكس ما داكشي كنتي كتقول أنت. لا 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 خليك، الله يخليك. واش أنا اللي كنقول؟ أنت طالبتي بالاعتقال وطالب المحاكمة. أنا طالبت بالاعتقال ديالو وطالبت المحاكمة، ولكن ما طالبتش على أنه ما يكونش عنده محامي. الله يخليك، غير واحد النقطة أنا. والله يخليك، الله يخليك، خلينا أستاذ نتكلموا. حنا كمنظمة وطنية للحقوق والحريات كاين مكتب تنفيذي هو الذي يقرر، ليس أحمد الشرفي من يقرر. الله يخليك،
انا غير وجه اعلامي كنخرج باسم المنظمه باش كنتكلم. حنا طالبنا بالمنظمه بالاعتقال ديالو وطالبنا بتنفيذ اقصى العقوبات في حقه ليكون عبره لغيره من يحاولون افساد الناشئه. وكرا ما طالبناش على انهم يكونش عندهم محامي. حنا غير تساؤل قلنا امام هاد الاهانه اللي هاد الساده المحامون شكون هي الجهه اللي غادي ترافع عليه. على العموم حنا ما غنسبقوش الاحداث. ختاما نحن كنثقوا في المؤسسه الامنيه وكنثقوا استاذ في المؤسسه القضائيه والاطوار ديال الدعوه ديال المحاكمه راه غادا وان شاء الله غنواكبوا هذا الملف وسوف نوافيكم بكل جديد نذكر ان شاء الله. كنا نعرفوا ان المصداقيه ديالك والكلام الجميل ديالك ولكن انت ما كتعاطفش معاه في جميع المراحل الا اننا اتعاطف مع النكيرات والشواذ ومن يخالف القانون ومن لا يحترمون الدستور المغربي ولا يحترمون القوانين الجريمه العمل. انا لا اتعاطف معهم. من هم؟ انت لا تتعاطف معه في جميع الحالات. جميع الحالات لا اتعاطف معه الا في حاله المحامي. لكي تكون هناك المحاكمه عادله فلا بد من وجود هيئه الدفاع. المجتمع المغربي عبر السوشيال ميديا داك الشيء اللي ولينا كنشوفوه راه ولينا تنحشموا ولكن عنده جمهور. وهي دابا شوف الاسره واخا تعيا بالضبط. الاسره واخا تعيا بالضبط راه كتشري لولدك هاتف محمول كيتصفح الفيسبوك راه تيطلع عليه احد النكيرات. كيسوق للشذوذ او كيسوق للكلام النابي. المهم يجب على النيابه العامه ان تتفاعل مع هذه المحتويات لكي يتم تطهير مواقع التواصل الاجتماعي من النكيرات وخاصه النكيرات اللي كاينين داخل ارض الوطن. اما دوك اللي خارج ارض الوطن دوك راه بوحدهم غير رسالتي شوف الدوله قطعت مراحل طويله. الدوله في عهد محمد السادس اطال الله بقاءه الله يحفظه الله يشافيه الله يطول في عمره قد عاش مراحل كثيره لا في مجال التعليم لا في عده مجالات. انت تطلب من الزملاء الصحفيين مع كامل احتراماتي لهم على انهم يسلطوا الضوء على مثل هاد الانجازات اللي حقق المغرب لا في السياسه الخارجيه ولا في السياسه الداخليه اللي تحققت على مستوى الداخل ولا خارج ارض الوطن. هناك علماء اجلاء هناك دكاتره هناك 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 ناس في البحث العلمي اللي ممكن المواقع التواصل الاجتماعي تسلط على البروجيكتور. ما نبقاوش شابعين النكيرات لا يفقه شيئا. شاد جنسي ولا عالم الله شنو هو تابعين وحنا كنصوروا فيه شنو غادي نزيدوه نجوميه. مع كامل احترامات الزملاء الصحفيين عملوا على تحويل النكيرات او العاهات الى نجوم. واش هو ضعف ديال المتلقي ولا هيمنه وسائل الشارع عاوز كذا فاش خلاو المصريين. الشارع عاوز كذا المجتمع كيتفاعل مع مثل هاد الفيديوهات اكثر ما كيتفاعل مع الفيديوهات اللي هي هادفه. على العموم استودعكم الله اللي غادي نقول الله يشافي سيدنا والله يطول في عمره والله يحفظه. هادشي اللي غادي نقول الله يخلي هذا البلد امن مستقر. وكنثيقوا في المؤسسه القضائيه كامل الثقه وكنثيقوا في المؤسسه الامنيه كامل الثقه وكنثيقوا في الهيئه ديال المحامين الموقره كامل الثقه. وللحديث بقية إن شاء الله وغادي تكون الهضرة إن شاء الله فيما بعد.